السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب النهارده السبت ويوم مش زي كل يوم، النهارده يوم عيد الحب. طيب عيد الحب بالنسبه لواحد شيف زي حالاتي هيعمل اكل انا مش عارف، وايه علاقه عيد الحب بالاكل انا برضو مش عارف، بس يعني لازم نمشي على نفس الطريق. فاكيد طبعا هتلاقي كل الناس النهارده قلبين الدنيا عيد حب. ف انا مش عارف بصراحه ربنا ايه الموضوع، او ان النهارده انا حتى كمان عارف العنوان او الوقت اتاخر بموضوع عيد الحب. انا ماليش في الحاجات دي قوي يا جماعه بصراحه، فعمال افكر نعمل اكل ايه، نعمل اكل ايه، مش عارف. فاكيد طبعا اللي ينزل في الشارع النهارده هيلاقي الناس كلها لابسه احمر، فقلت كمان اديها حته حمراء عشان الارض ما ماشيين، عجانه حمراء، مناديل حمراء، فلفل احمر، صوص فراوله احمر، بنجر احمر، ايه تاني احمر، نار حمراء، دبدوب احمر يمشي. فاحنا النهارده جايين ايه يعني ايه امشي معاكم على اللي انتوا عايزينه. انا ما عنديش مانع، اكيد عيد الحب ده كبير وناس كتير جدا بتستناه كل سنه. قول قعدوا يا رضوى. حاضر رضوى هواي بتقول لي قعد الدبدوب. هقعد لكم الدبدوب كده يا جماعه عشان ايه نبقى واضحين، وممكن نقف نتكلم جنب الدبدوب بالشكل ده كده. فطبعا اكيد عيد الحب ده موضوع كبير، هو بيجي بالسنه مرتين على ما اعتقد، صح ولا لا؟ صح. ها في عيد مصر وفي عيد بره مصر، شهر 11 المصري وشهر 2 العالمي. انا لازم اعرف راجل متجوز، فلازم كمان اعرف الكلام ده، فانا عارفه متاخر طبعا. ف ده طبعا محمد صديقي في البرنامج جايبه النهارده، قال لك عشان نعمل بيه شغل. فاكيد شغل ايه احنا بتوع اكل جايبين دباديب ليه؟ انا مش فاهم، وبرده ما اعرفش ايه موضوع فكره ان الاكل ليه علاقه بالحب، برده انا مش فاهم. فقال لك نعمل النهارده اكل ليه علاقه بالموضوع عيد الحب. فانا بصراحه ربنا قلنا نعمل شوربه بنجر تبقى حمراء، ونعمل سلمون يبقى بينك فممكن نديله صوص يبقى احمر، وكمان نعمل كمان كيكه بالبرتقال بالفراوله فتبقى كيكه حمراء، وممكن كمان نعمل رز بالبنجر فيمشي رز احمر. يبقى احنا كده عملنا كل حاجه ليها علاقه بالحمار. الحمار يعني نقول نص الجمال بقى، ولا مش عارف اقول انا بقول ايه، بس يعني ماشي الحال. طيب اشتري الدبدوب ده كده عشان احنا كده هنروح بداية وهنخلي الناس تزعل مننا، و كل سنه وانتم طيبين. اطلعي فاصل وتعالي نرجع نعمل اكلتنا. اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه ومع عيد الحب. طيب انا طبعا اكيد كنت بهزر قبل الفاصل، لان طبعا يعني ما اعرفش والله بجد ما بهزرش، يعني انا مش فاهم ايه علاقه الموضوع بدي، بس طبعا لازم. وهتلاقي ناس كتير جدا النهارده زي ما اتفقنا لابسين احمر طبعا. يا رب يعني كل الناس تكون دايما يا رب في حب، تكونوا مبسوطين، واهم شيء ما تسمعوش كلام الشيفات النهارده بقى كلها، ولا انا ولا غيري. ما حدش يعمل اكل في البيت ليه علاقه بعيد الحب، اصل ما فيش حاجه اسمها اكل حب في البيت عشان نبقى صراحه مع بعض، بس هو موجود. ولكن يعني ايه ما تسمعش كلام حد، ويعني ايه ما تعملش اكل؟ يعني خد خطيبتك او خد مراتك او خد صح ايا كان الموضوع، وانزل روح اتعشى بره او اتغدى بره، ده اسمه عيد حب بالنسبه لي. او انا بتكلم، انا ما بعملش كده اي نعم، بس لازم هو كده، ما ينفعش. فهعمل اكل، اوكي هعمل اكل وكيكه وده طبيعي، بعمل اكل طبيعي. ولكن انا بقول النهارده يا جماعه بعد اذنكم يوم السبت اللي هو موافق النهارده عيد الحب، واللي يحب يحتفل بعيد الحب تركز قوي موضوع البيت، وتطبخي طول النهار وتملي البيت توم وبصل وسمك ورز وكيكه على ايه. فخدوا بعضيكم كده وانزلوا غيروا جو، ومنها برضو نستغل عيد الحب ويبقى الموضوع زي الفل. طيب عندي النهارده كيكه بمناسبه عيد الحب برضو، وعندي سمك سلمون هيتعمل بصوص جميل جدا وتتبيله حلوه، وعندي بنجر هستغله بحاجتين. هعمل شوربه البنجر عشان تبقى حمراء زي ما اتفقنا، يبقى برضو ماشيه مع المود وماشيه مع الجاكيت. وعلى فكره انا عندي طبق احمر عشان بس نبقى واضحين، تفكروني بس ان انا ما عنديش اطباق حمراء، عندي طبق احمر وعندي كاتن بورد حمراء. فانا ممكن يعني ايه امشي بالالوان وحسب اللون، انا مش عايز اعمل كده، مش عايز اضايقكم مني، وهقلبها لكم ايه الوان، واقعد بقى طول الحلقه بقى على اشتغل على الاحمر والاحمر ومش عارف ايه. فانا هشتغل بالقطعه اللي انا شغال عليها، الراجل بتاع اكل، فانا عارف ان النهارده هتضرب،
وناس كتير هتقعد تنكش فيا واحمد ربنا الحلقه مسجله، بس هي بصراحه ربنا يعني الناس الحوار يعني كده ايه يعدي مش بالسهل. طيب الكيكه اسهل كيكه في الدنيا، ممكن تعملها في البيت او تعملها في البيت طبعا ما فيهاش حاجه صعبه. الدقيق والسكر واللبن والزيت او الزبده والبيكنج باودر وكمان الفانيليا واثنين على البيض، ما فيهاش صعوبه وسهله جدا. وواحده واحده كده نعمل كيكه ونسيبها تضرب كويس. ده الرز خلاص استوى ونسيبه على جنب. طيب اول شيء دايما كالعاده بنجي على الكيكه ننزل الاول حاجه بالبيض مع كمان الفانيليا عشان الزفاره مع كمان كميه السكر، وكله يتضرب الاول بالعجانه الحمراء. انا برضو ايه لازم اكون معاكم على الخط عشان ما ننساش. ما اعرفش ايه كده اه تمام. دول يتضربوا كويس قوي لحد ما يخفقوا كويس، وبعد كده هنبدا نحط الكميه كلها واحده واحده، كميه الدقيق مع كمان البيكنج باودر او محسن الكيك نحطهم مع بعض كده. حلو الكلام. والزيت هنحطه واحده واحده، وده الصوص الاحمر. انا اصلا النهارده انا الناس اللي شغاله معايا في البرنامج يعني اذا كان محمد او الشباب اللي موجودين انا بحس ان هم رومانسيين قوي، فعشان كده النهارده مساعديني فكره الصوصات وحاطين لي البتاع حمراء وكانوا حاطين الاول قطعه حمراء وطبق غرف احمر. فطبعا انا لو عملت كده انا عارف ان انا مش هتسكت عليا، لان انا مش هسكت على حد يعمل كده. يعني لو انا قاعد في البيت وشفت حد ما بهزرش والله قلب الدنيا حمرات كده ايه يا عم في ايه؟ فانا ما بحبش اسكت، فاكيد ناس كتير ما بتحبش تسكت زي حالتي. طيب نضرب نعلي المكنه السكر مع البيض زي ما حضراتكم شايفين مع الفانيليا، ضربوا كويس قوي اهم شيء عشان هم هيفرقوا معايا في العجينه. عجينه الكيكه المنزليه. طيب خلاص كده ضربنا كويس، هنشوف الشكل عامل ازاي. على كده هوري كده تمام ضرب كويس وزي الفل. يكمل الضرب بقى كمان بكميه الدقيق ينزل كده. حلو الكلام. وبعديها كمان كميه الحليب عشان اضرب كويس، وبعد كده هنزل بالزيت حبه حبه عشان خاطر او الزبده عشان خاطر الموضوع يبقى ماشي في الطريق المظبوط. ارفع راسي فوق انا مصري حاضر ماشي الكلام. لو ما احس ان خلاص العجانه بدات تاخد وقتها في الضرب اللي انا شايفه اهو على سنه سنه كمان عشان ما تخرجش. اضرب كويس الزبده او الزيت تنزل من دلوقتي واحده واحده. تمشي كيكه نباتي وتمشي لو انا عايز اخليها بالزبده زي ما اتفقنا. بس كده متشكرين الكيكه خلصت خلاص. سيبها بقى اهم شيء تضرب كويس قوي وتربط مع نفسها شويه. طيب الطبق الثاني هشتغل فيه رقم واحد عندي جايب حته سلمون فريش وابدا اشتغل بيها. هعملها النهارده مشويه، ممكن اعملها على الطاسه او على الشواء، الافضل بالنسبه لي او الاسهل في البيت طبعا. انا حبيت اعمل دي ودي عشان لو ما عندناش شوايه ما يبقاش برده الموضوع زحمه. بس انا النهارده ليه كلمت في البدايه ان مش حد محدش يعمل اكل النهارده في البيت؟ عشان ده مناسبه. فبصراحه يعني وكل الرجاله اللي بيسمعوني النهارده وكل الشباب طبعا اللي بيسمعوني، خد خطيبتك او مراتك وخرجها عشان ما يبقاش الموضوع كل يوم طبخ وكل يوم قاعده في البيت وكل يوم هو هو والمناسبه في البيت نعملها. لا ما نخرج برده نروح نقعد في مطعم ايا كان الموضوع او اي نوع اي خروجه نشم هوا. بس يعني مش شرط النهارده يكون في طبيخ ويكون في قلق. يا ريت نعمل زيكم انا كمان، لان انا عارف الكلام اللي بيقوله ده كله لما اروح البيت مراتي هتقول لي طب ما عملتش كده ليه، وده هيقول لك ما عملتش كده ليه. انا عارف ان انا عكس الناس ولكن بتختلف الاراء. طيب الطاسه دي هعمل فيها السلمون، والسلمون جايب عندي سلمون فريش هعمل له تتبيله حلوه جدا وسهله وسريعه. هجيب عندي بوله فاضيه. حلو الكلام. وكمان عندي معلقتين مستردة ومعلقه ثوم، معلقه جنزبيل، وكمان معلقه شبت ده لتتبيله السلمون مع كمان الليمون وزيت الزيتون.
ادي زيت الزيتون، حلو الكلام، وكمان الليمون، واجيب معلقه صغيره واحط عندي المعايير اللي اتكلمنا عليها واحده واحده كده. ادي معلقه الثوم عشان السلمون يبقى ليه طعم كويس، كمان حتى معلقتين المستردة عشان خاطر تديله المزازه مع الليمون، حلو الكلام، معلقه الجنزبيل الفريش لو متوفر، ماشي الكلام، معلقه الشبت، معلقه توب باودر على بصل باودر، حبه ملح عشان التتبيله تبقى عال العال، وممكن بسيط من بهارات السمك، ماشي الكلام، ومضرب ظريف عشان خاطر اقلب كويس جدا التتبيله بتاعتي. وشوف اهو، بص بقى هطلع مضرب قدامي هيبقى احمر، فعشان بس ايه نبقى صراحه مع بعض النهارده، الظاهر ان انا مضطهدني الشباب في موضوع الاحمرات. هتبل كويس قوي اهو، دي تتبيله ظريفه دي السلمون، واهم شيء نتبل كويس. هعمل حاجه حلوه قوي، هبدا احط عندي السلمون في البوله عشان يتبل كويس، او العكس صحيح، السلمون اهو تبل كويس، ده المفروض ياخد له مش اقل من نص ساعه تتبيل، هو ما بياخدش من تسويه كتير، ممكن ياخده صدمه كده على الطاسه، وبعد كده ممكن نكمل التسويه في الفرن، هو اصلا ما بيستحملش وقت كتير في تسويه كده. نسيبه خالص شويه وننزل كمان عليه حبه التتبيله دي كده، ونسيبه شويه وبعد كده نبقى نشويه براحتنا خالص، اهم شيء بس كنا نشوف التتبيله عامله ازاي. دي سهله. طيب ده كده خلاص على الشوي على طول. طيب الطبق ده هيطلع مع الرز او يطلع معاه خضار حسب اللي متوفر او حسب اللي احنا نحب نعمله. الطاسه دي هبدا اسخنها كويس عشان اعمل عليها السلم. تمام، خلينا نبص على العجينه اخبارها ايه، بقت زي الفل وتمام التمام. طيب بعد ما تضرب كويس جدا، درجه الحراره بتاعتنا تكون من 150 ل 160، ما تعديش عن كده، وتكون شغال الاول على الفرن سخن وكويس زي الفل وتمام التمام. هبدا احط العجينه بتاعتي، ما اعملش حاجه ثانيه خالص غير بعد 25 دقيقه ل 30 دقيقه لتسويه الكيكه، وما افتحش عليها، لو فتحت هتهبط، هيبقى الموضوع فيه قلق قوي، مش هيبقى مظبوط. خلينا نجيب فرشه. هو انا ليه مش عارف النهارده في كل حاجه قدامي حمراء؟ بص ادي تاني، ادي الفرشه حمراء وادي فرشه سوداء، فمش فاهم في ايه. انا كده مش متظبط. انا عندي استعداد للفالنتاين. ما انا هقول لك ايه، اهو قلب احمر كمان اهو بتاع الكيكه. انا بس عايز اقول لكم ان احنا كل حاجه، وادي طبق احمر وشجره حمراء وجوانتيات حمراء، كل حاجه حمراء النهارده عندنا يا جماعه. طيب معلقتين زبده او زيت مع الفرشه، وابدا اجيب عندي القلب الاحمر الطيب ده، وابدا اعمل كده للكيكه عشان خاطر ما تلزقش مني. انتوا عارفين اخوكم مش خباز ولا عجان، لكن بالظروف اكيد مش هينفع اطلع النهارده اعمل ديك رومي ولا اعمل اكله تكون كده ولا كده. الناس تقول لك اشمعنى النهارده وليه وبتاع، طب على ايه؟ انا هعمل كل حاجه ليها علاقه بال الفالنتاين. دي كده تمام. نرفع المكنه شويه، بص الكريمه، بص العجينه عامله ازاي، بقت تمام وزي الفل، هصفي كويس قوي كده. عايز اخليها حمراء، ما عندناش مانع نديها حاجه حمراء، لكن انا شايف والله الموضوع زيد على زوم. انا ليه النهارده جاي كده وبعمل كده؟ كويس ان الحلقه طبعا مسجله، بس يعني انتوا فاهمين انا قصدي ايه وفاهمين انا بتكلم على ايه وعارفين شخصيتي، فاكيد الموضوع يعني مش هيليق علي اي حاجه هعملها خارج الطبخ، ولكن مش بتاعتي، يعني انا راجل بتاع اكل وشايف ان الموضوع بس مختلف شويه. ادي العجينه، دايما ما بنملاش الفورمه عشان كده كده هتعلى، وبدل ما هتعلى يبقى ناخد بالنا شويه من الكميه اللي موجوده كده. تمام، هجيب عندي سليبر عشان ننزل حبه العجينه دول، ماشي الكلام كده. يعني بنقول نسبه نص الفورمه المعيار ده. تمام التمام،
عشان نظبط الكلام كده. نساوي. والمفروض ان حاطين لي كمان الاستروبر ده عشان خاطر اكسر بيه اللون. طب اعمل ايه؟ خليها كده يا جماعه عشان هنا كده. الفرن شغال زي ما حضراتكم شايفين. انا وسطا اهي دي اللي شغاله اللي انا عايزها. بصوا حضراتكم تعالى كده يا استاذ رضوى. شايف درجه الحراره 150 ل 175 متوسط، وفوق وتحت زي ما حضراتكم شايفين. شايفاها ولا مش شايفاها؟ تمام. هعمل كده وهبدا احط عندي الكيكه بتاعتي، وهشغل التايمر بتاعي على 25 دقيقه متوسط، وانا هشوف الدنيا ماشيه ازاي في وسط الاكل. طيب كده انا عملت تبلت السمك، فاضل على الشوي قدام الشوايه. تمام، فاضل عندي اسخن الشوايه لو هشتغل بيها، وممكن كمان لو هعمل الشوايه هديها تلميعه زيت كده واشوي براحتي، او هنا واشوي برده براحتي يعني، بس الزيت هو نفس الموضوع ده. لما تشوي كويس قوي هبدا اشتغل برده، ما عنديش اي مانع. هبدا اسخن عندي حله عشان عندي نص كوبايه بنجر او بنجرتين يعني مسؤولين نص سلقه، بصل وكرفس وكريات، وهعمل عندي شوربه البنجر عشان الموضوع يبقى تمام. تعال نطلع فاصل وثم نفاصل نواصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفصل كنا متبلين السلمون، حطيناه في الطاسه ياخد وقته ويعيش حياته ويبقى تمام التمام ويستوي. حسنا ان في سنه كده ولا سنه كده ندخله الفرن، هو اصلا ما بياخدش وقت كتير. والرز بتاعه زي ما اتفقنا لو عايزين نطلعه بالرز، ادينا مطلعين طبق رز احمر معمول بالبنجر عشان عيد الحب زي ما احنا عارفين. وطبعا لو ما كانش كده يبقى انا عندي برده طبق خضروات، وانقي لون احمر في الخضروات، لا اما البنجر لا اما الطماطم لا اما الفلفل الحار، الفلفل الرومي احمر يعني لازم. تاني بقول يا جماعه النهارده عيد الحب، محدش يعمل اكل في البيت، خدوا بعضكم وانزلوا اخرجوا بس. اكتر من كده الكلام يعني بعمله ده كله براحتنا، لازم اعمله اكل دي شغلتي. بس في البيت لو سبت نفسك النهارده في البيت عشان تعملي اكل، انت اللي يعني اللي هتعمليه في البدايه هتلاقيه في النهايه. يعني من الاخر هيرجع الراجل النهارده عيد الحب، ولا جايب لك هديه، ولا هيكون في اي عنده مانع في اي شيء. هتحط الاكل وهتشيل الاكل، الاكل هيتغسل مطرح الاكل، نجيب الفاكهه ونقشر الاستفندي ونقشر البرتقال. الموزه دي لا حلوه، لا دي وحشه، مفيش حبه لب. الموضوع هيتقلب قعده بيت وعيد حب. فانا بقول لكل العرسان الجديده وكل الناس اللي عايزه تحتفل بعيد الحب، ننزل نخرج النهارده. يعني دي حاجه على ما اعتقد مش هتلاقوا حد يقولها لكم غير العبد لله، عشان خاطر انا شايف حضراتكم كده بصراحه. يعني الموضوع كل يوم اكل وكل يوم طبخ وكل يوم قاعده وكل يوم بيت وكل يوم مواعين وكل يوم طبخ الصبح وبالليل. امتى بقى هنكسر الروتين؟ في يوم زي كده في العيد في اي حاجه. فقال لك عيد الحب، فعيد الحب نستغله بقى، ما نقعدش في البيت بس. هي دي القصه كلها، مش اكتر من كده ولا اقل. فانا بعمل النهارده الاكل ده للي مش هينزلوا او اللي مش عايزين ينزلوا، دي حاجه. اما اللي عايز يحتفل وعايز يبقى مبسوط اكيد ما يخشش المطبخ النهارده ويعمل اي شيء. حطيت بصل وحطيت كرفس وحطيت كرات، حط عندي البنجر عشان نعمل شوربه حمراء او شوربه البنجر، ماشي الكلام. وقلب كويس، وحط كمان عندي فيها جزرتين يكونوا مسلوقين برده زي البنجر عشان يساعدني في التسويه. ده على ما اعتقد تمام. انا هدخل ده الفرن اكمل تسويته عشان احافظ على لونه وعلى شكله. والكيكه شغاله اهي وزي الفل. يعني موضوع النهارده ما بيهزرش، بقيت راجل بتاع الكيكه دلوقتي انا، والشغل هيبقى عالي. طيب خلينا نجيب الاسباتيول ده ونطلع السلمون ونحطه على طول في الفرن يكمل تسويته اهو بالشكل دوت. مش عايز اخليه يتلسع ولا ياخد لون مش عايزه، عشان المستوى طبعا اكيد لما يتحط كتير على النار او التتبيله هتبقى معايا حاسس ان هي مش متظبطه. هطلع بده على النار على الفرن على طول، ياخد شويه حتى في الدور الفوقاني، يكمل تسويته على بخار الفرن. هرجع تاني هنا هقلب البنجر شويه، مفيش حاجه صعبه خالص.
بعد كده هكون مجهز عندي مكعبين مرقة، أي مرقة أنا عايزها، لحمة خضار ما عنديش مانع، وهجيب عندي كوبايتين مية، أو لو عندي مرقة سخنة يبقى أفضل برضو، يعني فار المكعبات ومسخنها مع مية سخنة. هفرم ده كويس، هشوحهم معايا وهبدأ أنزل عندي بالمية عشان خاطر الموضوع يبقى تمام التمام. تمام، أنا من الناس برضو بتفق مع حضراتكم نحب نخلي المرقة مفرومة قدامي زي البهارات عشان ما تكلكعش في قلب الشوربة بتاعتي أو أي أكل أنا بعمله عادي. تمام، ده هنا كده تمام وزي الفل، مش هياخد معانا دقايق كتير. هبدأ أنزل عندي بمكعبات المرقة بتاعتي، ماشي الكلام، تشويحتين وهبدأ أنزل عندي بالمية. طبعا البنجر أنا مش سايبه ني، لأن لو سبناه ني مش هيتعمل، لو قعد 30 ايد حب مش هيتوقع برضه، فيبقى الأحسن لي إن أنا أسلقه نص سلقة أو سلقة كاملة يبقى أفضل لي. فبسلق البنجر وبقشره وبقطعه، يمشي معايا سلطة يمشي معايا شوربة، أي حاجة أنا عايز أمشيها، وهغطي عليه كده بالمية وهسيبه يغلي براحته خالص، وهديه عندي حبة ملح وحبة فلفل ومتشكرين. آدي الملح وآدي الفلفل الأبيض، وقلب كويس وغطي عشان يغلي ونشوف نتيجته عامله ازاي. تمام، ده كده بقى خلاص. اعتقد ان الموضوع النهارده يعني زي ما انتم عارفين وشايفيني من اول حلقه جاي اهزر مش جاي اطبخ، ولكن ناس كتير شاريه دماغها زي حالاتي في موضوع عيد الحب، وده حاجه مهمه جدا بالنسبه طبعا لكل ازواج وكل بنات، لان طبعا دي فرصة بتيجي كل سنة مرة، كل واحد وكل راجل بيعبر عن حبه لمراته أو لخطيبته طبعا بطريقة أيا كانت الموضوع. في واحد يجيب هدية، وعلى ما أعتقد الهدية مش هي المقياس لتعبير الحب. في واحد يبقى يخرج يقضي اليوم بره بشكل سعيد وبشكل ظريف يكون خفيف. في واحد تاني لا مبالاة، ما عنديش مانع وما اعرفش ومش فارق عندي وما اقدرش اجيب وما اقدرش اعمل او مش فاضي. فطبعا الكلام ده غلط. غلط ليه؟ لان ست البيت او البنت عامه هي مش محتاجه حاجه خالص من الراجل غير الكلمه كويسه والتعامل كويس، وهي دي الموده اللي ما بيننا كلنا عامه. فمش محتاجين عيد حب عشان نعمل فيها حاجه حلوه، او مش محتاجين عيد حب ان احنا نبقى صوتنا رفيع في التليفون او نبربش واحنا بنتكلم، فده مش صح. لازم نكون دايما على طول صوتنا كويس، ما هوش رفيع ولا تخين، ولكن بشخصيتك تبقى كويس، لان طبعا اللي دايما ما بيننا هو الحب. ويقول لك دايما كل حاجه حتى في الشغل مع الرجاله ومع اي حد، والله انا ماشيها بالحب. ماشيها بالحب مش معنى انا بحبك، بس بالحب، بالموده، بالجدعنه. فهي دي الاصول، ان كل واحد فينا يكون محافظ على خطيبته او زوجته او امه او اي كان حد بيحبه بالحب. الحب اللي هو تكون كويس معاها، مش شرط يكون امتى اجيب هديه وامتى اكون لابس قميص احمر ولابس بلوفر احمر وفانيلا بيضة باينه من تحت وماسك دبدوبين وقلب الدنيا. هو ده عمره ما كان حب. الحب هو الموده والاخلاص والتعامل طول الايام، مش بس يوم العيد الحب والدباديب زي ما احنا شفنا والتركيبه دي. فده اللي بطلبه من كل اخواتنا الشباب النهارده، البنات واخواتي كمان البنات بالذات، لازما تتعاملوا طول السنه بشكل عيد الحب. ما توافقوش لحد، نفسي اعمل زي اللي بتكلم، يعني انا كمان نفسي اعمل زي اللي انا بقوله، ولكن نتمنى طبعا يكون السنه كلها حب لحضراتكم، ويكون عيد سعيد ويوم ظريف على كل اخواتنا المسلمين والمسيحيين يا رب في مصر، واكيد في كل البلاد اللي بره يبقى الموضوع برده طلع في مصر. اهلا بيكم مره تانية مع الام هنيه ومع شوربه البنجر. البنجر بيتضرب زي ما حضراتكم شايفين اهو، وبيتضرب كويس قوي، وبعد كده نبدا نحط له حبه كريمه لو عايزين نكسر اللون شويه او نخليه زي ما هو. الموضوع ما فيهوش صعوبه على قد ما هو يعني احتفاليه طبعا، واكيد كالعاده عارفين ان طبعا اكيد النهارده زي ما احنا شفنا طريقه الكيكه اللي عملناها السهله البسيطه اللي ما فيهاش صعوبه، ده كله عشان خاطر اللي عايز يطبخ في البيت. اللي مش عايز يطبخ في البيت زي ما اتفقنا، وانا عارف ان هيعمل مشاكل كتير في الموضوع دوت، ولكن ما
انا بقول اللي يملى عليها ضميري. طبعا في حد عايز يقعد في البيت يطبخ والاستفندي والبرتقال وزي ما اتفقنا، وفي حد تاني عايز يروح الاوتيل يقعد في قعده حلوه او في ريستورانت، ده هنشوفه في اخر الحلقه. وفي حد يروح يخرج يتمشى، ده موجود وده موجود. المهم نخرج بس، ده الموضوع. بضرب الشوربه زي ما انتم شايفين ايوه، خايف طرطش على اليونيفورم هيقلب معايا فعلا احمر قوي. بس لما بتكلم مع المكنه ما بيقصش صوت، مع الخلاط بيقصش صوت كويس. تمام، اضربنا على قد ما اضربنا وكده كده هنظبط. طيب انا عايز اطلع اللي في الفرن عشان ما نسقطش السلمون. بسم الله، انا بهدي عليه النار خالص وسايبه يتعايش. هو كده كده خلصان اهو، يطلع على طول على الطبق الخضروات. ده هنجيب سباتيول عشان خاطر نطلع السلمون اهو، متبل وزي الفل. القشرة بتاعته هتتشال على طول وقت ما احنا نيجي ناكل على طول، ما فيهاش صعوبة خالص اهو. ده سلمون فريش معمول بتتبيلة حلوة جدا وبسيطة. بالنسبة طبعا للكيكة لسه شوية عليها زي ما حضرتك شايفين، تعالى كده هواري لو تقدري تجيبيها من ورا من ورا الازاز اهي. انت فين؟ تعالى كده يا اخويا بعد اذنك بكرين سنة سنة. اعمل نفسي مخرج بقى دلوقتي. ها تمام؟ طيب هتتساب شويه طبعا لسه ما كملتش، فدي تاخد وقتها وتعمل تمام. طيب والشوربه دي حالا نصفيها على طول واحنا بنغرف. ادي كده شنو؟ ادي كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام، ونعمل كده. انا بس بصفيها عشان لو في حاجه تقيله ايش الموضوع، عايز حاجه اقلب بيها حالا. انا ايه مضرب احمر في ايدي، متعمد انا، انا متعمد. ماشي، الاحمر النهارده نصيبي، او انا متعمد جاي اهزر. ممكن يعني ممكن تتقال كده، واكيد مش هو الطبق اللي انا هغرف فيه، بس انا بعمل كده. وهجيب طبق ابيض عشان يبان طبعا الشوربه عشان خاطر كده. ده البنجر تمام كده، نرفع ده كده ونجيب حاجه بيضه نطلع فيها الشوربه. هي طبعا شوربه البنجر فايدتها عاليه جدا جدا جدا، بصرف النظر طبعا خالص ان هو عيد حب او ايا كان الموضوع. بص الحركه دي، انا جاي النهارده هزر والله يا جماعه انا عارف، ولكن لازما نكون واضحين مع حضراتكم. بسم الله، بس عشان انا خايف ان انا اعمل ايه دلوقتي. بس كده، متشكرين. تمام، ايه تاني كده ناقص؟ وبالنسبه للكيكه بعد ما تطلع بتبرد شويه بنحط لها الفراوله، ونجيب لها كمان لو عندنا اي نوع كريمه، وممكن نعمل كده. كده ماشي الكلام. نيجي كمان هنا فراولات بقى، والشغل اللي انتوا عارفينه، اي حاجه حمراء نشتغل بيها على طول عشان نقدر نعدي اليوم ويبقى يوم سعيد الحمد لله.
كده بس كده كده اهو عدة كريمة وقعت تمام. ده الكريمة معمولة برضه بالصوص الأحمر. كل حاجة النهاردة يا جماعة عندنا حمر يعني مفيش حاجة. بصوا هقول لكم إيه بس ولا إيه ماشي. وأجيب كمان عندي صوص أحمر كمان. مش بقول لكم النهاردة اللي عامل الحلقة دي رومانسي لدرجة إن هو مخلي لي كل حاجة ماشي حالا. معلقة وصوص الاستروبري كده انا حاسس ان انا بقيت رسام يا جماعة. مش جاي النهاردة اطبخ خالص. لا 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 انا حاسس ان انا بقيت تقيل في الحلويات وبقيت جامد قوي في الكيكة والحاجات دي اهو. وده كمان نشيل الحتة دي عشان رضوى الهوالة قالت لك شيل الحتة الحمرا دي عشان اعرف اصور كويس كده. كويس يا استاذة. طيب اصيلة تمام خلاص الحلقة خلصت و عملنا اكله سريعه. والمقصود من الحلقه عيد الحب طبعا اكيد. وانا جاي طبعا بهزر النهارده يعني عمال اهزر طبعا اكيد انتوا فاهميني. شوربه بنجر حمراء وكيكه مع الاستروبري ومع صوص احمر برده وكريم شانتيه محمر سلمون مع البنجر رز محمر. النهارده دي بمناسبه عيد الحب وزي ما قلت لحضراتكم محدش يطبخ النهارده في البيت. انزلوا خرجوا وهو ده المطلوب. يلا سلام عليكم.